الفايك نيوز أو الأخبار الزائفة، إذ أصبح اليوم يصل للمجتمع كل شيء بدون غربلة للحقائق. هذه حالة مستجدة على بلادنا، الأمر الذي وصل بالجزائري للوقوع في فخاخ التضليل والدعاية بلا حسيب أو رقيب. المعلومة الوهمية التي طالما جرت بالمجتمعات لما يعني بما لا يحمد عقبة، لتنبيه أسرة الإعلام ولتنبيه مواطنينا من ضرورة التصدي إلى هذه المعلومات المغرضة التي لا تنفع البتة المصلحة العليا للبلاد. المخاوف المتزايدة من هذه الظاهرة الخطرة للغاية دفعت الحكومة لإدراج نص قانوني يتكفل بمراقبة ما ينشر على المواقع الإلكترونية. يعني من ضمن النصوص التي عرضناها على الحكومة، هناك منها من يتولى التكفل بمسألة المواقع الإلكترونية. نأمل من كل المنتسبين للإعلام أن يكون نصب أعينهم المصلحة العامة والعليا للبلاد. حرية التعبير والوصول إلى المعلومة بمساعدة مصادر عادة ما تكون موثوقة، واستخدام التضليل والدعاية غالبا لخداع الناس، وحق الأفراد في السعي إلى المعلومة والأفكار بكل أنواعها وتلقيها فضلا عن إعادة نشرها، كلها أصبحت اليوم سلاح ذو حدين.